مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير. هاليوم عدنا موضوع يختلف عن كل المواضيع، وهو عن تناسخ الأرواح. مثل ما تعرفون أكو كثير من الأطفال يحبون أن يخلقون قصص غريبة من خيالهم الواسع، وهي فقط قصص من عقل طفل بريء. لكن عندنا مجموعة من الأطفال تحدثوا عن قصص حقيقية جدا وواقعية للغاية، قصص بحيث لا يمكن أن تصدقون بأنه هذا عقل طفل اللي يعني خلقها. طفل بين السنتين والأربع سنوات، طفل لا يعرف القراءة والكتابة، لكن هؤلاء الأطفال قادرين على أن يتذكرون الأماكن وأسماء الأشخاص بدقة لا تصدق، وتستغربون كيف حصل يعني هذا الطفل على هذه المعلومات المذهلة والقصص الغريبة. فموضوع اليوم هو موضوع تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح، عندنا مجموعة من الأطفال يتذكرون حياتهم السابقة. عندنا أول طفل وهو الطفل لوكا أو لوكا. لاحظ والدي سلوكا الغريب من كان عمره سنتين، لاحظوا اهتمامه حول سلامة المنزل يعني من الحرائق والحوادث، وكان يركز كثير على اسم بام ويعلق ويقول بأنه كان شعره لونه أسود وكان عنده أقراط أو تراش يسميها بالعراقي أو العامية، كان عنده أقراط في أذنيه. فهذا الشيء ثار فضول والديه وبدأوا يسألوه عن هذه القصة أو مصدرها أو من وين إلى هذه المعلومات، فصدمهم بجواب بأنه هو كان امرأة سوداء ومات في حريق في فندق في مدينة شيكاغو. كان متيقن بقصته بأنه هو كان امرأة ذات شعر أسود وماتت في حادث حريق في فندق باكستون في مدينة شيكاغو، وذهب إلى الجنة ثم عاد كطفل، عاد مرة أخرى كطفل صغير. فبدأ والده بالبحث في قائمة ضحايا حريق الفندق، أي فندق باكستون في شيكاغو. بالفعل وجدوا اسم امرأة وتدعى بام روبنسون، ماتت في حادث الحريق الفندق سنة 1993. وبنفس الوقت والديه خلوه يشوف صور الضحايا بدون أن يذكرون اسم المرأة اللي هو يدعي بأنه هو كان هذه المرأة بام. واحدة راح أشر على صورة هذه المرأة وقال بأنه هو كان هذه المرأة السوداء. عندنا الطفل الثاني وهو الطفل الاسكتلندي كاميرون، يعتقد أنه عاش حياة سابقة في جزيرة صغيرة تسمى بارو البعيدة. بارو جزيرة هبريوس الخارجية غرب اسكتلندا. وكاميرون كان يتحدث دائما بأنه هو بحياته السابقة كان صبي صغير يسكن بيت أبيض من طابق واحد مع والده، واسمه شين روبنسون، وله يعني عنده أخوات اثنين، وكان على الشاطئ هذا البيت وأمامه مهبط للطائرات الصغيرة. وهذه القصة حيرت والده وخلتهم يستغربون عن كيفية معرفة الطفل كاميرون بمثل هذا المكان البعيد اللي يبعد عنهم مسافة 200 ميل. فأخذوه والديه مع إلى الجزيرة مع الطبيب النفسي جيم تاكر لغرض العثور على المنزل الأبيض على الشاطئ من طابق واحد، وفي الأسفل كان تجمعات صخرية. وذكر بأنه عاش وحيد في هذا المنزل مع كلب أبيض وأسود، وقال كان اسم والده شين روبنسون اللي قتل في حادث سيارة انحدرت في البحر ومات بهذا الحادث جميع أفراد عائلته. وقال إنه افتقد عائلته بهذا الحادث لدرجة شعر بالأسى عندما وصل الجزيرة بارو. شعر كاميرون بشكل محسوس إنه سيعود إلى المنزل.
بعد البحث والتدقيق في سجلات الجزيرة، بالفعل وجدوا البيت الأبيض على الشاطئ، طابق واحد ومهبط الطائرات على الشاطئ مثل ما وصفه كاميرون بدقة، على جزيرة مرتبطة باسم روبنسون. كانت عائلة روبنسون مستأجرة البيت في الستينات والسبعينات. رقم 3، الطفل كارل آيدن في ميلسبورو انجلترا في عام 1972، وبسن مبكر جدا ادعى انه عنده ذكريات كونه كان طيار مقاتل ألماني، وعاش حياة أخرى كطيار مقاتل، وقتل عندما تحطمت طائرته خلال مهمة تفجير فوق إنجلترا. حتى أن يعني أنطى أوصاف والدته السابقة من كان طيار ألماني. قبل سن 5 كان كارل يرسم صور لوحة العدادات في قمرة القيادة في الطائرة، وزعم كايل أنه طار بطائرة ميشا سميث فاست 10. لذلك قام والد كايل بالبحث وقرر الذهاب إلى المكتبة للفحص بدقة أكثر عن الطائرة، وحصل الأب على الأفلام الوثائقية عن الحرب العالمية الثانية والأفلام الوثائقية اللي كانت تخص الطائرات الحربية الألمانية. وعندما نظرت الأسرة على الأفلام الحربية كان كار قادر على انتقاء الأخطاء الواقعية، ووصف كار ضابط ألماني ذكره بأنه كان رئيسه، وبأنه شارته كانت على الجانب الخاطئ من البدلة. وعندما فحصوا وجدوا ما قال كار كان صحيحا وصادما، وقال كار أنه كان يحلق على علو منخفض وفقد الوعي بسبب الاصطدام بمبنى، فقد ساقه ونزف حتى الموت. والمفاجأة الأخرى، قال كار لأخيه بأنه لن يعيش حياة طويلة وسيموت صغيرا، وتوفي بسن 23 بسبب طعن بالسكين من قبل زميل له في العمل ونزف حتى الموت. وهذا مما جعل القصة أكثر غرابة. وتوفى كار نفس العمر اللي توفى به الطيار الألماني، وكان اسمه ماينريش فيكتور اللي توفى بنفس عمر كار. واندفن كار بجانب البقايا الطيار الألماني، وكان والده يزورون المقبرة دائما ويزورون الطيار الألماني ويعتبروه كابن ثاني لهم.